لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين ما بدي أفهم شو آخرتها. ما صار شي، شو بده يصير يعني؟ فوتي نامي. وهذا الإزازة اللي بالأرض؟ فلتت الكاسة من إيدي وانكسرت. بسيطة ولا يهمك، انكسر الشر. اطمني إن شاء الله إيدك ما صار لها شي. لا سليمة ما في شي. طيب روح أنت هلا على الصالون لبين ما لم الإزاز أنا من الأرض. أم راتب، بعد ما تخلصي تكنيس عملي لي فنجان قهوة. قهوة؟ صارت الساعة 12 بالليل بدك تشرب قهوة؟ ايه بدي اشرب قهوة حتى لو صار الساعة 4 الصبح. انتي خدمة رأي شي؟ طيب لا تعصب، هلا بساوي لك قهوة تكرم عيونك. يلا روح. تفضل. يسلموا ايديكي. الله يسلمك. شو أبو راتب؟ رح تشرب القهوة على الواقف؟ بتصدقي إنه نسيت حالي واقف؟ شبك أبو راتب؟ شو صاير معك؟ بالعادة أنت من الساعة 9 بتحط راسك وبتنام. صحيح، بس ما عم بقدر نام يا أم راتب، قلقان كتير. خير أبو راتب؟ في شي؟ حكي لي. قلقان مشان 50,000 ليرة. أنو 50,000 ليرة؟ ما بتتذكري 50,000 ليرة اللي أخذناهم من جارنا أبو غانم ودفعنا براطيل لدائرة المشاريع؟ ليش لهلأ ما وفيته ياهم؟ ومنين بدي وفيهم؟ معي ما وفيتهم؟ شوفت عينك الحالة دائرة ومصاري بين يدي ما في. ايه وبعدين؟ ما بعرف يا مراتب، ما بعرف. أبو غانم مزنوق على المصاري، بخش بدني عم يطالبني بالفوتة وبالطلعة، وأنا بقول له هالكم يوم وتكرم عينك، وهالكم يوم ما بعرف شو بدي ساوي. منين بدي وفيها هون؟ طيب شو رح تعمل هلا؟ ما بعرف يا مراتب. لا فوق كل شيء طالبني بالمصاري بطريقة غليظة كتير، طريقة وقحة. بس أنا دقيت إيدي على صدري ومسكت على شواربي وقلت له خلص، بكرة من كل بد بيكون المصاري عندك. طبعا، وما معك تعطيهم بكره؟ اي لو معي كنت قلقت كل هالقلق هاد، كنت شفتيني مدفوس بفرشتي ونايم، مالي سهران لهلا. الله يصلحك يا ابو راتب، انت لما وعدته ما فكرت منين بدك تدبر له المصاري؟ قلت لحالي بتدينهم من شي واحد وبعدين بوفيهم، بس ما زبطت معي بنوبي يا ام راتب. بسيطه ابو راتب ولا يهمك. بس بتقلي بسيطه، قال عم بقول لك اطمن، أنا رح حل لك ياها. شو رح تعمل يعني؟ طول بالك وإن شاء الله ما بيصير إلك الخير. ألو، أهلين، مساء النور، مين عم يحكي؟ أنا جارتكم أم راتب. دخيلك لا تواخذني لأني عم بحكي معك بوقت متأخر. لا بسيطة، بس غليتي قلبي. خير اختي ام راتب؟ اخي ابو راتب صاير له شي؟ لا الحمد لله منيح كتير، اطمن ما في شي. بس مسكين قلقان كتير وطاير النوم من عيونه وراكبه الهم. هلا اذا طاير النوم من عيونه بتتصلي فيني بنص الليل وبتفقسي لي نومتي انا التاني؟ بترجاك ابو غانم لا تخطف الكباية من راس الماعون، الزلمة قلقان كتير مشان 50,000 ليرة اللي وعدك يدفع لك ياهن ومسك على شواربه. ها ايه، هلا فهمت عليكي. بقى من بعد اذنك اذا ممكن تعطيه كم يوم مهلة مشان لحتى يقدر يدبر لك ياهن، ونحن منكون كتير ممنونين لك. يا
يعني ما قدر يدبر شيء نهائيا؟ لا والله يا ابو غانم، المسكين عمل جهده كثير بس ما تدبر معه شيء منه. طيب ماشي الحال، راح استنى عليه يومين تانيات. كتر خيرك ابو غانم، فعلا انك شهم، تصبح على خير. وانت من اهله. ارتحت هلا؟ اي معلوم ارتحت، لانه هالقصة كانت قاعدة على قلبي مثل حجر الطاحون. هلا الواحد بيقدر ينام وهو مرتاح. يلا اطفي ضوء الصالون والحق لي لشوف. اي على راسي. شو هالطبع اللي فيك؟ ليه بتشعل الضوء فوق راسي وانا نايمة؟ 100 مرة قلت لك لا تشعل الضوء فوق راسي وانا نايمة، ما في فايدة. مشكلة كبيرة يا ام غانم، مشكلة كبيرة. خير، شو المشكلة؟ قومي اعملي لي فنجان قهوة والحقيني على الصالون لقلك. حاضر. بتصدقي انه انا نسيت حالي واقف؟ خير، شو المشكلة؟ شو اللي مفايقك بنص الليل؟ هلا اتصلت مراتب وقالت لي انه جوزها ما بيقدر يوفينا ال50,000 بكرة. ايه وشو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ ان ما قدر يوفيك ياهم بكرة، بيوفيك ياهم بعد كم يوم، ما رح يهرب. صحيح، بس المصيبة انا وعد ابو عاصي اوفي ال40,000 ليرة تبعاته. الو 40,000؟ لك شو نسيتي انه تدينت من ابو عاصي 40,000 ليرة من شان ادفع اكرامية للبلدية؟ ليش لهلا لسه ما وفيتو ياهن؟ كنت وعده بكره اوفي ياهن. يا سواد وشي قدامك يا ابو عاصي، يعني فوق ما الزلمه لباني وعطاني مصاري بروم انا بكافيه بالتطنيش والمماطله؟ والله عيب عليك يا ابو غانم، والله عيب عليك. مو انا يلي بيعمل هيك، مو انا يلي بيعمل الفصول الناقصه. بالفعل هالقصه طيرت لي النوم من عيوني. خلص ابو غانم، ولا يهمك، الشغله محلوله. شلون محلولة بقى؟ هلا بتشوف، ناولني هالتليفون لإلك. هلا مع مين بدك تحكي بعد نص الليل؟ هلا شو بدك أنت؟ أعطيني هالتليفون هات. تفضلي. ألو مرحبا أبو عاصي. أنا أم غانم. شو هالحكي؟ كنت نايم بالظاهر ما هيك؟ بعت لي حما فيقتك من نومك. لا لا ما في شي خير إن شاء الله، بس أخوك أبو غانم ما عم يقدر ينام مشان هال40,000 ليرة يلي وعدك يوفيك ياهم بكرة. والله المسكين ما تأمنوا معه، الله وكيلك عمل المستحيل حتى يدبرون، كل جهده طلع فافوش. بقى شو كنت عم أقول لحالي؟ يعني إذا بتقدر تصبر عليه كم يوم بس تانيات 100% حيأمن لك ياهم. إيه وهو كذلك. تصبح على خير، سلمني على أختي أم عاصي. الله معك. شفت شلون؟ هي انحلت المشكلة بكل بساطة. يعني قبل يأجل الموعد كم يوم؟ ايه قبل. قوم اطفي لي هالأضوية خلينا نعرف ننام، راسي وجعني. طب شو أنه مبلغ؟ ال10,000 اللي دفعتهم بطيل المالية. مرحبا أخي أبو رائي. العمى على هالمصيبة، شلون بدنا ندبرهم هدول؟ ليش على الكتون؟ مرحبا أخي أبو رائي، دخيلك لا تأخذني، بس إن المبلغ رح أوفيك يا بعد كم يوم. قرب يا حباب، قرب يا حباب، قرب. اصحون ضد الكسر، اصحون. قرب يا ست، قرب يا خانم. عرض خاص مع كل دزينة اصحون كاسة شاي كبيرة الى اذن. مق يا حبيبي مق، ومع كل دزينة كاسات شوكة. فرق يا حبيبي فرق. يا صحن يا صحن، احلى هدية للحماية. لو دحشوك بالفرن بتلقى حر الشواية، وبتلقى الدق بقلب الجرن، وبتمشي فوقك هونداي. يا صحني يا صحن يا صحني، قرب يا حبيبي قرب، قرب يا روحي قرب، قرب يا روحي قرب. يلي بدك تصالح حما
الصحون خزف يا روحي خزف. شغل وين هالصحون بالله؟ كله شيء أصلي مدام. أصلي ما اختلفنا، بس عم أسألك شغل وين؟ شغل وين يعني؟ كل بضاعة فرنساوية الله وكيلك، ماركة الفيل أبو دعسي. وأكيد ضد الكسر هالصحون. شي عم قلك فرنساوي خانوم، فرنساوي أصلي، ماركة الفيل أبو دعسي هذا محي الله. وإذا مالك مصدقة رح أعمل تجربة صغيرة قدامك. شايفة هالصحن هاد؟ شايفتي؟ إيه شايفته، لكن مالي شايفته. رح فلته من إيدي قدامك على الأرض. إيه مثل ما بدك، بس إذا انكسر أنا ما دخلني. لك شو ينكسر يا مدام؟ شو ينكسر؟ شو شايفة الشغلة هيلمة؟ ولا فكرك عم نمزح معك؟ ها؟ شوفي؟ ها؟ شو يا أخ؟ شايفته انكسر؟ العمى على القصة، إيه والله انكسر. إيه مو على حساب ضد الكسر، ولك أنتوا الغش بدمكم. ليكوا تاني على هالموشع الصباحي، ليش شو دخلني أنا؟ أنا اللي مخترعه؟ على حساب فرنساوي. ليش فكرك ما في غشاشين بفرنسا؟ بس العرب بيغشوا. ايه روح عنا يا، روح اضحك على وحده غيري. شو مفكرني بنت صغيره قدامك؟ ولك انا شايفه من نمرتكم كثير، العمى بقلبكم العمى، ما عاد في خجل ولا في حياه. لك يا خانم انا لما يعني جبت... اذا بتعرفوا بينكسر ضروري تشلفوا بالهوا شلون ما كان وتتبهوا. يعني لو قلت لي عنا صحون ضد الكسر والحراره يمكن كنت اشتري وامشي، لكن زعبرتك وحركاتك البهلوانيه يلي بلا طعمه هي يلي كشفتك. لسه بيعمل لي اشعار ومسخره وحركات رياضيه سخيفه. العمى بقلبك العمى على قلة هالذوق. بدك ضروري تنكسر انت الثاني قدامها يكسروا خاطرك الهي. لولا الكسر ولولا الطبش ولولا الكاس المكسورة، لولا كيا فخورة ما عمرت هالمعمورة. لولا الكسر ولولا الطبش ولولا الكاس المكسورة، لولا كيا كسورة ما عمرت هالمعمورة. ولولا كيا جسمي مكسر تكسير. ما قلت لي ليش ما في غلة اليوم؟ ايه انا بعرف، عم اقول لك تعب النهار كله راح بوج اليوم. لا ويا ريت وقفت شغلي هون، وانا معجوق بحالي وهربان من دورية المحافظة، وقع مني نص البضاعة الله وكيلك، زبادي وصحون وكاسات ومفاتيح إلى بغير يلي اخذته الشرطة، يعني خسران بحدود الألفين ليرة يا ام غاني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنه شو بده منك المحافظة؟ لسه حاطين دابون بدابك؟ القريضة تقرضون إن شاء الله. قال عم يلاحقونا مشان المظهر الحضاري للبلد، لأنه يمكن شكلي أنا والبسطة تبعي مكرب ونشاز وبيطفش السواح. يه شو السواح ما رح يشوفوا من البلد إلا البسطة تبعها؟ إيه أنا بعرف، بس وينك أم غانم؟ أنا مو حارق قلبي من كل هالقصة إلا الخيار والفقوس اللي عم يتصرفوا على أساسه. شلون يعني؟ الله وكيلك يا أم غانم، في بسطات بنفس الشارع اللي كنت واقف فيه أخذ رصيف كله، وهالبضاعة مبحوتة بحت على الأراضي على عينك يا تاجر، وصاحبها قاعد ورا هالبسطة ولا على باله على شرب شاي ومتيت طول النهار. ولما بتمرق من قدامه دورية المحافظة بتعمل حالة مو شايفته، بتغض نظر. أوف، وليش بقى؟ عم يبلعون يعني؟ مو قصة تبليع، القصة أكبر من هيك بكتير يا أم غانم. شو القصة بقى؟ قال هدول يلي عم ينبسطوا بالطريق وعينهم جقرة كتير وخلاقهم ضيقة ولسانهم ناشف ووشهم عطم بيكونوا مرتبطين. مربوطين؟ شلون يعني؟ مرتبطين مو مربوطين، يعني متسوسين. كمان ما فهمت. يعني بيشتغلوا لصالح ال فهمتي بقى؟ ها ايه فهمت عليك. بقى هدول اللي وشه ناشف مثل الريس ما بينزعوا المظهر الحضاري للبلد، بس نحن هالمعترين يلي بننزعه. طيب انت الله يسلمك،
ليش ما بتاخذ رخصه وبتخلص من القصه؟ مو احسن ما تهرب من الدوريات من قرنه لقرنه؟ حاولت كثير ام غانم، حاولت بس ما بيعطوني رخصه الا اذا يعني اذا اذا شو؟ اذا ارتبطت. انقلبت شو مستني؟ لك حاجتك بقى ام غانم، شو شايفتيني غنمه للربيط؟ شو الملافز هاي؟ يرحمكم الله ابو غانم. هاتي هاتي ناوليني شي محرمه الله يرضى عليكي. علبه المحارم فضيت من امبارح. شلون ما صفي عنا محارم؟ في علبه جديده حاططها على الكنبايه هديكي، جيبي لي الله يرضى عليكي. لك اخ منا لسه بتجيب من هالماركه؟ كتير خشنه مثل اللي عم يحفوا شب ورق ازاز. بيجوز بس هي بيطلع فيها هدايا محرزين وفي ناس ربحوا من وراها كليات ذهب. هلا نحن وشنا وش هدايا دخيلك انت الثاني. لحظه لحظه، شو هي؟ شو الورقه اللي كبيتيها؟ هاتيها لشوف. هاتي. مبروك حامل هذه الورقه يربح جائزه قيمه من مناديل نفيسه. حقا انها نفيسه. شايفه يا ام غانم؟ ربحنا يا ام غانم، ربحنا ربحنا. شايفين حظنا احلى؟ فهمت عليك. شو ربحنا؟ لك ربحنا ربحنا، عم يقولوا لك جائزه قيمه. ايه شو هي الجائزه؟ شو بيعرفني اياها؟ بجوز يكون براده، بجوز تكون غساله، او يمكن ذهب، الله اعلم. بالله عم تحكي جد ابو غانم؟ يا سلام يا ام غانم، واخيرا فرجت. لك شفتي شلون؟ شفتي ليش انا بشتري محارم نفيسه؟ لك يا اختي غرض الرجال غير شكل دائما. يا رب تطلع غساله اوتوماتيك يا رب. وينك ام غانم؟ من هلا عم فهمك ها؟ اذا طلعت غساله اوتوماتيك بدي بيعها فورا. يو وليش لتبيعها؟ لك شو ليش يا ام غانم؟ بنستفيد من حقها، بشتري بالمصاري شويه بضاعه وبسترزق منهم. وينك؟ يا اما بشتري عربايه، عربايه فرد مره. يا حبيبي على الفهم، وان شاء الله بدك يعني اغسل طول العمر على ايدي. لا ما بيهون علي بهالشيء ولو ساعتها بشتري لي غساله عاديه مستعمله بشغله 1000 ورقه. تكرم عينك يا ام غانم، ما رح خليك تغسلي على ايدك من هلا ورايح طول عمرك. ايه كتر خيرك والله. محارم نفيسة، حقا إنها نفيسة. أعزائي المشاهدين، كما عودتكم محارم نفيسة دائما ستستمر معكم بتقديم الهدايا القيمة والجوائز المادية. ربحكم أكيد مع محارم نفيسة. مع محارم نفيسة أنت الرابح دوما. أعزائي معنا اليوم الأخ، ممكن تعرفنا بنفسك؟ أبو غانم. محسوبك أبو غانم. أبو غانم شو؟ أبو غانم الشاحط. أبو غانم الشاحط هو أحد الرابحين الجدد وأحد الذين حلفهم الحظ وفازوا معنا بهدايانا القيمة. أخ أبو غانم، أنت شو ربحت؟ ربحت براد كبير 20 قدم، بابين، تبريد هواء. وممكن توصف لنا شو كان شعورك؟ فرحنا كثير أنا وأم غانم، وقلنا لحالنا فرجت بعد أن كنا نظن بأنها لا تفرجي. وشو بتقول للإخوة المواطنين؟ بقلكن اشتروا محارم نفيسة، اشتروها قد ما فيكن، لأنه محارم نفيسة عيشتكن رح تكون كتير نفيسة. نفيسة؟ من هاي النفيسة؟ الله يصلحك يا أم غانم، قطعتيلي المنام النصه. ومن هاي النفيسة اللي كنت شايفها بالمنام؟ كنت عم شوف محارم نفيسة مو نفيسة. أما شو براد ربحت لك يا بالمنام يا أم نفيسة؟ يا أم غانم شي بيمزع العقل. براد بابين تبريد هواء 20 قدم، إلو حنفية، مي باردة من برا، دقي له بيرقص. إيه إن شاء الله يكون منامك فعل خير ونربح براد يا رب. ألو مرحبا، محارم نفيسة؟ يعطيك العافية يا أختي، معك أبو غانم. مين أبو غانم؟ أنا أبو غانم الشاحط اللي ربحت، قصدي أنا اللي طلع لي قسيمة بقلب علبة المحارم. إيه قسيمة ربح مكتوب عليها. نعم الله يبارك فيك يا رب. إجي لعندكم على الشركة استلم جائزة؟ عظيم كتير، رح إجي فورا.
بس وينك اختي؟ ممكن اعرف شنو نوع الجائزه يا ترى؟ مفاجاه. طيب طيب اعطيني العنوان لو سمحتي. يلا 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 يلا. معك قلم يا اخ؟ قلم بالله. يعطيك العافيه. اهلين الله يعافيك. انا ابو غنم الشاحط، ربحت فرات، قصدي ربحت جائزه. معك القسيمه يا اخي؟ ايه معي القسيمه. ايه والله، والهونداي عم تستناني فوق. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. راجع المدام عصمت بالطابق الثاني اذا بدك. يعني من هنيك تستلم الجائزه؟ ايه من هنيك. يعطيك العافيه. وين يا اخي؟ نعم. ما بدك تعطينا حلوه؟ ايه بلا تكرم عينك ولو بتستاهل. معوضين. ان شاء الله الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا مدام، يخلي لنا ياكي. الله يزيد فضلك يا رب. بس يعني ممكن اعرف شو الجائزه مدام؟ اي تكرم عينك، رح طالع لك اياها على الكمبيوتر. يا ريت. طمنيني مدام. يا سلام، شو هالحظ اللي الك يا ابو غانم؟ ابو غانم الشاحط ميدان تحتاني. يا عيني على هالحظ اللي الك ما اطيبه. فعلا فعلا جائزه مرتبه. والله خلي لي الوش الحلو، ممكن اعرف شو هي؟ لا انا بفضل اعمل لك اياها مفاجاه. مثل ما بدك. تفضلي. تفضل. وقع لي هون لو سمحت. ايه على عيني وراسي. تفضل. وين؟ هون هون. اوكي انا بس عن اذنك لحظه رح اجيب لك جائزتك وارجع. خذي راحتك. تجيب الجائزة معناها أكيد لا براد ولا غسالة، يمكن ذهب، أكيد شغلة ذهب. يا ريتني ما تسرعت واستأجرت هونداي. يلا سيدي مو مشكلة. تفضل يا أبو غالي. شو هاد؟ جائزتك. كلب؟ جائزتي كلب؟ ايه كلب. وليش هيك مستغرب؟ يعني عفوا مدام، انا كنت متوقع اربح لي شي براد او غسالة او فرن او شي مروحة، بس مو كلب. كلب يعني بصراحة ما بعرف شو بدي اعمل فيه، لانه بحياتي انا لا ربيت لا كلب ولا ملب حتى ولا قطة. طيب شو بدنا نساوي؟ هيك طلع حظك. بس لمعلوماتك هذا الكلب ما نوع عادي ابدا. ما فهمت عليكي. كيف يعني كلب مو عادي؟ بغني مثلا؟ بيلعب كرة قدم؟ لا مو لهالدرجة، بس يعني هذا كلب غالي كتير. وليش بقى؟ ليش غالي يعني؟ كله شافت كلب. اي صحيح، بس هالكلب من سلالة عريقة كتير، يعني الأب يوناني والأم تليانية، وشجرة عيلته معروفة للجد العشرين. تفضل. هاي بيان عائلي، قصدي شجرة العيلة تبعه، مصدقة وموثقة وممهورة. وهي شهادة الميلاد، ومعها شهادة صحية بتثبت خلوه من الأمراض السارية والمعدية. وكمان هون في شهادة تثبت إنه كان منتسب لنادي الكلاب العائلي لمدة 4 سنوات. ودخلك شو كان يعمل بالنادي؟ يعزف بيانو؟ لا طبعاً، بس يعني كان يمارس عدة نشاطات مثل السباحة والرياضة والتدليك والمساج، وهذا كلياته طبعا تحت إشراف أطباء ومختصين. ها شي حلو والله، خبراء ومختصين. طبعا طبعا. وهي شهادة التلقيح. ليش كمان ملقح؟ طبعا طبعا ملقح ضد 20 مرض من الأمراض السارية والمعدية. تخيل تخيل، حتى ضد السعلة والرشح ملقحينه. يعني هذا الكلب ما بيقرب؟ بإذن الله بإذن الله ما رح يقرب المرة. منيح طمنتيني، وإذا ما قرب علي منوب بيكون أحسن.
وبحب الفت نظرك كمان انه هذا الكلب له نظام غذائي خاص، وبفضل انك تتقيد فيها مشان ما تتعب معدته ويمرض. نظام غذائي؟ ليش ما بياكل من زوايد البيت؟ لا لا، شو الحكي؟ شو زوايد البيت؟ شو انت ناوي تموته؟ شوف ابو غانم، الصبح تعطي حليب بالبابرونه، بس حليب خالي الدسم، ها، مع بيضه مسلوقه وشقفه حلاوي. الغدا تعطي وجبه روس مع صلصه الفطر او جوانح بانيه، بيمشي الحال مع شوربه كريمه. والمساء يعني انا بفضل انك ما تقله كثير على العشاء مشان ما ينتخم، بكفي يعني صحن سلطه فروي بزياده. ودخلك ما بيشرب شاي او قهوه او نفس ارجيله معسل؟ لا لا اوعك، ها، هو مانو متعود على المنبهات النوب. بعدين يكون بعلمك لازم توفر له جو صحي كتير مناسب، يعني بتحطه بغرفة مهواية ومشمسي وما في رطوبة أبدا. حاضر ستي، لسه في شي تاني؟ لا سلامتك، تفضل استلم جائزتك وألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيكي يا رب. امشي دادا امشي. تفضل. شو قلتي لي اسمه المحروس؟ هو اسمه الكامل دبليو جوش، بس جوش حاف بدون شي بيمشي الحال. ماشي الحال، امشي جوش، امشي حبيبي، امشي جوش، جوش 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 جوش. معلش انزل انت سو، انزل روح. عينك عليها روح. وما قبلوا يبدوا لك اياها بشي طنجرة ضغط او شقفة مروحة؟ لا ستي ما قبلوا، قال هيك حظك نصيبك. لك ودي على الحظ كلب، احمدي ربك اللي ما طلع لنا شي دب. شو ناوي تعمل فيه؟ شو بدي اعمل فيه يعني؟ من بكره بدي انزل بيعه. ايه، وين بدنا ننيمه اليوم؟ بتنيميه بقوطي وعلى تختي، وانا بمد فرشه وبنام هون. شو هالحكي اللي عم تحكيه ابو غاني؟ نيمه محلها؟ ولك يا ام غانم، حتى تختي يمكن ما يكون قد المقام، شو مفكره انت؟ لا وبجوز ما يرتاح عليه منوب. شو هالحكي يا ابو غاني؟ يعني قد ما راح واجا بيضل له كلب. لك اخ يا ام غانم اخ، هالكلب هاد يلي مو معبي عينك احسن مني بكتير. وبشو احسن منك؟ بكل شيء، بكل شيء. ام غانم عدي على اصابعك، هو معه شهادات رسميه وانا ما معي. هو مدلل مربع على العز والنعيم، وانا ربيان بالحارات وبين المزابل. ايه بين المزابل ربيان؟ انا فكري وين ربيان؟ هو مسجل بنادي الكلاب العائلي مشان يسبح ويلعب رياضه، وانا من 20 سنة ما سبحت ولا صحلي غطس جسمي بالمي، والرياضه الوحيده اللي عم مارسها هي الركض قدام الدوريات. هو ملقح ضد 20 مرض معدي، وانا يا من تراني ملقح بالفرشه لانهم اهلي بحياتهم ما لقحوني وما عندي مناعه. هو بيفطر حليب بالبيبروني، بيتغدى لحمة، بيتعشى فواكه، وأنا معطيه على الفول والفلافل والخبيزة. شوفت عينك، هو إذا ضاع أو انفقد أو صار له شيء في مين يسأل عنه؟ في، وبيبكوا أصحابه، بيبكوا إذا ما لقوه. أما أنا إذا ضعت ولقوني بيبكوا أصحابي لأنه لقوني. هو إذا انحبس كم يوم جوات البيت بتفز علينا جمعية الرفق بالحيوان، ليش ما عم تشمموا هوا؟ اما اذا انحبست لاني مادت بسطي بالشارع وعم استرزق، ما في مين يسال عني. يعني باختصار هو عايش عيشه البني ادمين المرفهين، وانا عايش عيشه الكلاب. بقى ليش لحتى ما ينام محلي ام غانم؟ ليش؟ ما في اسباب موجبه حبيبتي. يا كلب يا كلب، ليش لما تشوف عيني بيرتعش قلبك؟ قلت